الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف تبع الفقهاء رحمة الله عليهم في إراده كتاب البيع بعد ذكره لأبواب العبادات وما يلحق بها كالجهاد. والفقهاء رحمة الله عليهم يريدون كتاب البيع ثم يدخلون سائر العقود تحته في فصول، وأقرب كتاب يريدونه بعده هو كتاب الوصايا، وكل ما دون ذلك أو ما كل ما كان بينهما فإنها عقود يجعلون لها فصولا. ولذا فإن الحقيقة أن هذا الكتاب ليس خاصا بكتاب البيع فقط، بل هو شامل للبيع ولسائر العقود. ولذا فإن صاحب كافي المبتدي عقد لهذا الكتاب فسماه كتاب البيع وسائر المعاملات، ولم يسبق له أو لهذا التبويب من أحد من فقهائنا، وطريقته أنسب لكي تكون الفصول التي تحته مشمولة بعنوان الكتاب. والعناية بكتاب البيع مهم لسببين: السبب الأول أن ضبط هذا الباب ضبط للعقود تحته، ولذا يتوسع العلماء في كتاب البيع ما لا يتوسعون في العقود بعده، لأنهم يرون أن كتاب البيع خاصة هو أشمل العقود، وكل العقود ترد له في الجملة. فعلى سبيل المثال، فإن شروط البيع هي الشروط التي تشترط في سائر العقود في الجملة، أقول ذلك. وكذلك الشروط في البيع هي الشروط المتعلقة في سائر العقود بعدها. ولذا فإنهم يتوسعون في البيع اكتفاء بما يرد فيه، وعدم تكرار له في العقود التي بعدها. الفائدة الثانية أن معرفة أحكام البيع والشراء مفيدة، إضافة لصحة العقد وفساده، فهي مفيدة في بركة الكسب. وذلك أن المرأة إذا علم العقد صح، وإذا جهله فإننا نقول لا يصح، لكن أحيانا قد يترتب على الجهل تصحيح العقد فيعذر بمخالفته بعض الشروط الشرعية لجهله، كمن باع محرم العين لا يعلم بحرمته ونحو ذلك من الأمور. لكن إذا صح عقد الجاهل وعذر بجهله في تصحيح العقد، فإن صحة العقد لا يلزم منها بركة المال، لأن بركة المال إنما هي متعلقة بالعقد الصحيح. دليل ذلك أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبينا. فالتبين هو الشرط الشرعي، فإذا وجدت الشروط الشرعية في العقود فإن هذا بأمر الله عز وجل يكون سببا في بركة العقد وكون الله عز وجل مع العبد فيه، ويكون سببا في بركة كسبه. والحديث عن بركة المال له صور ربما يأتي مناسبة لها. نعم. قال رحمه الله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيل غير ربا وقرض. بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه على تعريف عقد البيع، وهذا التعريف حوى في الجملة أهم الشروط المتعلقة بالبيع. فقال أولا: هو مبادلة. قوله هو مبادلة يدلنا على أن العقود نوعان: عقود تكون من طرفين، وعقود تكون من طرف واحد، وتسمى ذات الإرادة المنفردة. فالعقود ذات الطرف الواحد مثل الوقف، فهذا ليس فيه مبادلة، وإنما المبادلة هي التي تكون من طرفين. إذن فقول المصنف مبادلة يدل على الطرفين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قوله مبادلة لا يدل على الاكتفاء بإرادة الطرفين، بل لا بد من الإرادة أن يكون هناك عوض منهما معا. ولذلك فإن من العقود ما يكون ثنائيا كالهبة كالهبة وما في معنى الهبة، فلا بد من قبول الموهوب له، وكذلك ما يتعلق بهبة المنافع كالعارية.
فلا بد من قبوله، فهنا عقد ثنائي لكنه ليس فيه مبادرة من الطرفين، فحينئذ يخرج عن كونه بيعا. إذن قول المصنف مبادرة يشمل عندنا أمرين أو يخرج أمرين. الأمر الأول يخرج ما كان أحادي الإرادة، بمعنى أنه ينعقد بإرادة أحد واحد فقط، وذلك كالوقف والطلاق أيضا فهو أحادي الإرادة. والأمر الثاني أنه يخرج ما كان من العقود ثنائيا لكنه كان من عقود التبرعات، وذلك أن العقود إما أحادية أو ثنائية، وإما أن تكون عقود تبرعات أو عقود معاوضات. وقبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، أريدك أن تعلم أن فقهاءنا رحمة الله عليهم يقسمون المعاوضات إلى قسمين: معاوضات محضة ومعاوضات غير محضة. فيقصدون بالمعاوضات المحضة هي ما كان فيه مبادلة لمال من الطرفين، أو ما في معنى المال كالمنفعة، كل ما كان فيه مبادلة من الطرفين فإنه يسمى معاوضة محضة. وأما إذا كان من أحد الطرفين مال ومن الطرف الآخر ما ليس بمقوم بالمال فإنه يسمونه بالمعاوضة غير المحضة. وضربوا لذلك مثالين، قالوا كالصداق، فإن المرأة تملك صداقها بمعاوضة غير محضة، فالزوج بادر المال وهي باذلة ما يقابله، وسنتكلم ما الذي يقابله في باب النكاح. ابن عقيل فقال إن كثيرا من الفقهاء يفهم هذا فهما غير صحيح، سنتكلم عنه في باب النكاح لكي لا أفصل فيها كثيرا. من أمثلة المعاوضات غير المحضة قالوا الخلع، فإن المرأة تبذل المال في مقابل مخالعة زوجها لها، فحينئذ تسمى معاوضة غير محضة. إذن هذا التعريف أخرج لنا ما كان أحادي الإرادة، وأخرج لنا أيضا ما كان من عقود التبرعات، لأن عقود التبرعات ليست مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما، وإنما هو من أحد الطرفين المال والثاني لا مال من جهته. وأخرجت لنا أيضا عقود التبرعات غير المحضة، لأن عقود التبرعات غير المحضة من أحد الطرفين مال ومن الطرف الثاني معاوضة غير مقومة بالمال. إذن أخرجت لنا ثلاثة أنواع من العقود، أخرجناها من قول أو أفهمنا ذلك من قول المصنف، وهو مبادلة مال. قول المصنف مال، المال له إطلاقان، يجب أن تعلم هذا الشيء: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. فالاستخدام الفقهي للمال يختلف عن الاستخدام اللغوي، ولذا فإنهم لا يعدون كل متمول مالا، وإنما يجعلون له شروطا سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف عند الشرط الثالث إن شاء الله ما هي شروط المال. وذلك ليس كل متقوم من الأعيان يسمى مالا إلا بشرط سيأتي إن شاء الله في محله. قال ولو في الذمة، قوله هنا ولو ليس إشارة للخلاف، وإنما هو إشارة للصورة التي قد تكون بعيدة عن الذهن. فيقول الشيخ إنه يجوز أن يكون البيع مبادلة مال بمال، وأن يكون حالين، ويجوز أن يكون البيع مبادلة مال بمال وأن يكون أحدهما في الذمة أي مؤجلا. وأما إذا كان العوضان المبادلان في البيع كلاهما في الذمة ومؤجل، فإنه حينئذ ورد النص به، سنتكلم عنه إن شاء الله بعد درس أو درسين، وهو بيع الدين بالدين، وأن هذا مستثنى، وإن سمي في الأصل أنه بيع مال بمال وإن كان في الذمة، لكنه لا بد أن يكون أحدهما حالا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله. إذن قول المصنف ولو في الذمة هو ليس إشارة لخلاف، وإنما لاستحضار صورة أن المال قد يكون حالا وقد يكون في الذمة، قد يكون كذلك معينا أو موصوفا. قال الشيخ رحمة الله عليه أو منفعة مباحة. هذه الجملة أريد أن تنتبهوا معي، لأن هذه المسألة من المسائل التي بحثت في غير محلها. نحن نعلم أن المعقود عليه ثلاثة أشياء، عفوا أعيد العبارة،
نقول نحن نعلم أن المملوك ثلاثة أشياء: إما أن يكون عينا، وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون اختصاصا. العين هو كل شيء تستطيع النظر إليه، وتستطيع لمسه، وتستطيع الإشارة إليه، فحينئذ يسمى عين. فالأموال النقد من الذهب والفضة يسمى مالا أو عينا، وهذه الطاولة تسمى عينا، والحيوانات تسمى عينا، وهكذا. إذن هذا يسمى العين. النوع الثاني ما يسمى بالمنفعة، والمنفعة هي منفعة ليست ملموسة، وإنما هي منفعة، وهذه المنفعة تقدر أحيانا بالمدة، وأحيانا تقدر بالعمل، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في كتاب الإجارة، وسأرجع لها بعد قليل عندما نتكلم عن قول المصنف أو منفعة مباحة. النوع الثالث مما يملك وهو الاختصاص. الاختصاص مملوك، ولكن الفقهاء يقولون يملك ولا يجوز المعاوضة عليه، أي لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد، وإنما يجوز إسقاط الحق فيه وهو هبته، ويجوز أيضا بيعه على سبيل التبع. إذن عندنا ثلاثة أشياء: عين ومنفعة، وسوف أفصل المنفعة بعد قليل. والنوع الثالث، هذا هو القصد، الاختصاص. ما هو الاختصاص؟ هناك أشياء جعل الشرع اليد عليها يد ملك اختصاص، لأن اليد يد ملك ويد ضمان ويد غصب، فيد الملك للعين وللمنفعة والاختصاص، يد اختصاص. فأحيانا بعض الأعيان الشرع جعل الشخص يختص بهذه العين، لكن لا يجوز له المعاوضة عليها لكرامتها، كالمصحف مثلا، فلكرامة المصحف لا يجوز بيعه، وسيأتي. وأحيانا تكون العين لخساستها، يجوز الوضع الملك اختصاصها، لكن لا يجوز بيعها، كالكلب مثلا. ويجوز أحيانا، وفي صورة ثالثة تكون اليد يد اختصاص لا لأجل كرامة ولا لأجل خساسة، وإنما تكون لعدم كمال الشروط، وإنما له حق الاختصاص، كمن تحجر أرضا، فمن تحجر أرضا هو مختص بها، فإن أحياها ملكها بالإحياء، ففي حال التحجير اختصاص، ثم بعد الإحياء يكون ملك للعين، فيجوز البيع بعد الإحياء ولا يجوز قبل ذلك، وإنما يختص بها، فلا ينازعه أحد فيها ولا يمنع من منفعتها، ويجوز له منع منفعتها من غيره، لكن لا يجوز له بيعها ولا يجوز له بيع منفعتها. إذن عندنا هذه الثلاث أشياء أريد أن تنتبه لها، وهي مهمة جدا. إذا ضبطت أن هذه الأمور الثلاثة ينحل عندك بعض الإشكالات فيها. طبعا ممن حكى الإجماع من فقهائنا على عدم جواز بيع الاختصاص الموفق حكاه إجماعا، وابن فرحون حكاه إجماعا، وأطال بعض أهل العلم في الخلاف في المسألة. نرجع لمسألتنا التي هي قول المصنف أو منفعة مباحة. انظروا معي، قلنا قبل قليل إن المملوكات التي يجوز المرء الانتفاع بها الأعيان والمنافع والاختصاص. من كانت له منفعة، إما منفعة بدنه أو منفعة عين يملكها كمنفعة داره وهي السكنى، أو منفعة دابته كالركوب والحملان، أو غير ذلك من المنافع كصنعته وهو منفعة لبدنه، هل يجوز له أن يبيع هذه المنفعة أم لا؟ نقول إن بيع المنفعة على صورتين: الصورة الأولى أن تباع المنفعة وقد قدرت بالمدة، فيقول بعتك منفعة بيتي شهرا، فهذه جائزة بإجماع تسمى إجارة، وليست المرادة من كلام المصنف هنا أو منفعة مباحة. النوع الثاني أن تباع المنفعة على سبيل التأبيد دون العين، فهل يجوز بيع المنفعة على سبيل التأبيد دون العين أم لا؟ نقول إن المنافع تنقسم إلى قسمين: النوع الأول منافع الأعيان التي تقبل المعاوضة مع أعيانها،
فهذه تجوز بيع منفعتها على سبيل التأبيد في بعض صورها، وانتبه لهذا القيد، وليس جميعا وإنما في بعض صورها. النوع الثاني منافع أعيان لا تقبل المعاوضة مع أعيانها، وهو ما سبق الحديث عنه في قضية الاختصاص، فإنه لا يجوز بيعه. هذا التقسيم ذكرت لكم قبل قليل أنه قسمين، هذا كلام ابن رجب في تقرير القواعد. انظروا معي، أعيد هذا الكلام بأسلوب آخر بمثال لنفهم هذه المسألة. لو أن رجلا عنده دار، فباع لآخر منفعة هذه الدار شهرا، نقول هذا يجوز بإجماع فهو إجارة. طيب، هل يجوز له أن يبيع منفعة الدار على سبيل التأبيد أم لا؟ هذا هو الذي نتكلم عنه الآن. قلت لكم إذا كانت المنفعة مما يمكن المعاوضة عليها، وهو النوع الأول مع العين، بمعنى أنها منفعة وليست اختصاص، فإنها تجوز في بعض صورها لا في جميعها. وما هي هذه الصور؟ أورد فقهاؤنا صورتين. الصورة الأولى قالوا في العقار، فيجوز بيع منفعة العقار إن كان للمرور أو الاستطراق فقط على سبيل الديمومة. صورة ذلك رجل عنده مزرعة وبجانبه مزرعة، فأراد شخص أن يمر من طريق هذه المزرعة لأنها تختصر عليه كيلو ربما وزيادة، فقال خذ 1000 وأذن لي بالمرور من داخل مزرعتك استطراقا، أو المرور في الطريق من داخل مزرعتك على سبيل الشهر لمدة شهر، فيكون إجارة. وإن قال مطلقا، نقول هذه من الصور المستثناة التي يجوز فيها البيع للمنفعة على سبيل التأبيد. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة ذكر، أو خلنا نجعل الكلام منصور بعد قليل. الصورة الثانية قالوا لو أن رجلا أعتق عبده واشترط عند اعتاقه لعبده أن يبقى خادما له، أن يخدمه، إذن أعتقه واستثنى المنفعة وهي الخدمة. قال هنا أصبح مالكا للمنفعة فقط، فيجوز له بيع المنفعة فقط. إذن ملخص الكلام مرة أخرى بلغة ثالثة أو بأسلوب ثالث، أن المنفعة هل يجوز بيعها على سبيل الديمومة أم لا؟ نقول أولا إن كانت المنفعة مع عينها لا يمكن المعاوضة عليها فلا يجوز بيعها. ثانيا الأصل أن المنافع لا تباع على سبيل الديمومة. ثالثا يستثنى من ذلك بعض الصور، وهي بيع حق المرور والاستطراق في العقار، مثل أن يمر، أو يأتي رجل لآخر ويقول بيتي في يعني خلف بيتك، أريدك أن تفتح بابا من بيتك، فاشترى منفعة الباب، فليس له الحق أن يغلق هذا الباب، وهذا من باب اشتراء منفعة الجدار، وهو المرور على الجدار، وهو من باب الملك، فهذا يجوز. والصورة الثانية ذكرت لكم في العبد. هنا فائدة، هذا التفصيل ذكرت لكم فيما يتعلق في المنفعة المباحة لم يوردها العلماء في كتاب البيع، وإنما تكلموا عنها في موضع بعيد جدا وهو كتاب الصلح، هناك في كتاب الصلح. فأنت اربط المسائل بعضها ببعض. ولذلك فإن الشيخ منصور في حواشي الإقناع لما أورد صاحب موسى أو منفعة المباحة استشكل، قال هل ظاهر كلامه إطلاق المنفعة المباحة أنها تباح، يباح بيعها، ويعني مفهوم كلام الشيخ منصور، لكن الفقهاء إنما قيدوه بالعقار لنحو مرور ونحوه، قال فيتأمل. والصواب أن إطلاق بيع المنفعة المباحة على سبيل التأبيد غير صحيح بالقيدين ذكرته لك قبل قليل. نعم، قال الشيخ كممر دار، هنا مثل قوله كممر دار، مثل لماذا؟ لبيع المنفعة على سبيل التأبيد، أي أنه لا يصح بيع التأبيد إلا في ممر الدار، أو إذا اعتق عبدا واشترط خدمته فإنه يجوز بيع هذه الخدمة. قال بمثل أحدهما، هذه جملة مستقلة، قوله بمثل أحدهما أي بمثل العين أو المنفعة التي هي أحد العوضين، بناء على ذلك فيجوز بيع عين بعين
أو عين بمنفعة أو منفعة بمنفعة أو منفعة بعين، فأصبح عندنا أربع صور، وكل واحد من هذه الأمور الأربع تارة يكون في الذمة وتارة يكون حالا، فتصبح الصور أكثر من ذلك. نعم. قال على التأبيد، قول المصنف رحمة الله عليه على التأبيد يدل على أن العقود التي تكون مؤقتة لا تسمى بيعا في ظاهر كلام المصنف، ولذلك قالوا أو بعض الشراح قال إن على التأبيد ليخرج عقد الإجارة. وقد تقول إن الإجارة تسمى بيعا وهو يكون أي المستأجر مالكا للمنفعة المؤقتة على سبيل التأبيد، لما يقول ملكتها شهرا فيكون مالكا لها على سبيل التأبيد لكنها انقضت بعد مضي الشهر فيكون مالكا لها على التأبيد، أو هو مالك لثمرتها كنقل الحملان ومثل الركوب ونحو ذلك. ولذلك فإن هذا التعريف الذي أورده المصنف قد يقول بعض الناس إنه خاص بالبيع دون الإجارة، وقد يقول آخرون إنه يشمل الاثنين، وكلا الأمرين محتمل بناء على تفسيرك أمرين. تفسيرك أولا بيع المنفعة هل هو على التأبيد أم التأقيت، وتفسيرك أيضا على كلمة التأبيد هل المراد بتأبيد ملك العين والمنفعة أم تأبيد ملك أثرها، وكلاهما محتمل. قول الشيخ غير ربا وقرض، أراد المصنف أن يبين أن الربا والقرض فيه مقابلة ومبادلة لمال بمال، ومع ذلك فإنهما لا يسميان بيعا، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ففارق بينهما، والمفارقة بينهما في الاسم والحكم معا، فدل ذلك على أنه لا يصح أن يسمى الربا بيعا وإن كان داخلا في الحدود التي أوردها المصنف، وهذا يدلنا على أنه ما من حد إلا وعليه اعتراض. وأنتم تعلمون أن علماء الذين تكلموا عن الجدل والحدود قالوا إن الحد إذا كان فيه استثناء فهو ضعف فيه، فالواجب ألا يكون فيه استثناء. وعلى العموم هذه مسألة ذكر العلماء أنه ما من حد إلا وعليه اعتراض، وذلك ذكر الشيخ تقي الدين في الرد على المنطقيين أو الرسالة التي طبعت باسم الرد على المنطقيين أن طريقة الأوائل في الحدود هو التعريف بالأجزاء والأنواع فقط. قال وقرض، أي أن القرض ليس بيعا وإنما هو من عقود الإرفاق، وسيأتي له عقد حديث منفصل. نعم. قال رحمه الله وإن عقدوا بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه بما ينعقد البيع، قال إنه ينعقد بالإيجاب والقبول، فأما الإيجاب هو الذي يصدر من البائع، وأما القبول فإنه الذي يصدر من المشتري، والعبرة بالإيجاب بالقائل به لا متى قاله، يعني بعض الناس قد يقول إن الإيجاب من المتكلم أولا، لا ليس المراد ذلك، وإنما الاعتبار بمن قاله. وهذه تتعلق بها مسألة وهو كيف نفرق بين الثمن والمثمن، فدائما البائع يكون هو الذي معه المثمن والمشتري هو الذي معه الثمن. وأقوى قاعدة ذكرها فقهاؤنا وهي الأشهر، لا أقول أقوى إنما الأشهر في التفريق بين الثمن والمثمن وبين البائع والمشتري دخول الباء، فقالوا إذا قال بعتك كذا بكذا فالذي دخل عليه الباء فهو الثمن، وإذا إذن فباذل الثمن هو الذي يكون المشتري فهو الذي يكون منه القبول، وأما البائع فمنه الإيجاب. ومعرفة البائع والمشتري أو الثمن والمثمن تترتب عليه عدد من المسائل الفقهية المذكورة في محلها. يقول الشيخ نعم وينعقد أي البيع بإيجاب وقبول، قوله ينعقد أي أنه ينعقد صحيحا في الجملة، إلا أن يأتي ما يمنع من الشرع بانعقاده. ومعنى قوله وينعقد إذن يدلنا على أنه لا انعقاد له قبل ذلك، فلا بد أن يكون الانعقاد بالإيجاب والقبول. إذن المفهوم الأول من قوله وينعقد أنه لا ينعقد قبلهما. المفهوم الثاني أيضا وسيأتي إن شاء الله في الشروط أنه لا ينعقد بعدهما. كيف يتصور انعقاد البيع بعد الإيجاب والقبول؟ قالوا هذا في العقود المعلقة، إما على زمان أو على شرط. صورة ذلك لو قال رجل لآخر بعتك داري بعد شهر، نقول هذا تعليق للعقد، فمقتضى هذا العقد أنه ينعقد بعد الإيجاب والقبول، ومشهور مذهب أنه لا يصح ذلك،
بل ينعقد بالإيجاب والقبول. إذن قول مصنف بالإيجاب والقبول، الباء هنا تدل على سبب الانعقاد وعلى وقته معا، فينعقد وقت الإيجاب والقبول ولا ينعقد بعده، وسيأتي إن شاء الله في تعليق البيع على الشرط. قول المصنف بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. الإيجاب والقبول ما يكونان في وقت واحد، فلا يقول رجل بعتك والثاني في نفس اللحظة يقول اشتريت، لأنه لا يمكن أن يكون هناك رضا بما لم يعلم، فلا يعلم أنه قد باع وهذا لا يعلم أنه قد اشترى، فلا ينعقد أو لا يتصور أن يكون في لحظة واحدة، وإنما له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الإيجاب متقدما والقبول بعده وهو الأشهر، فالبائع يقول بعتك والمشتري يقول اشتريت، هذا لا إشكال في أنه ينعقد به. قال ويصح قبله، أي يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب، يقول اشتريت منك كذا أو بعني كذا، فيقول بعتك إياه، فهذا يصح على سبيل تقدم الإيجاب أو تقدم القبول. قال الشيخ رحمة الله عليه ومتراخيا عنه في مجلسه، هذه مسألة ثانية. إذن المسألة الأولى تكلم عن الترتيب وأن الترتيب ليس لازم، فيجوز تقدم أحد صيغتي العقد على الأخرى. قول المصنف ومتراخيا عنه بدأ يتكلم عن مسألة التعقيب، هل يلزم التعقيب والموالاة بين اللفظتين أم لا؟ الأصل أن نعم، أن التعقيب موجود، فيقول بعت والثاني يقول اشتريت. وهنا بيّن المصنف أن التعقيب ليس بلازم، ولذلك قال ومتراخيا عنه في مجلسه، فيصح أن يكون الإجاب والقبول متراخيين، ولكن لا ينعقد العقد به إلا بوجود شرطين أوردهما المصنف. إذن لا ينعقد عقد البيع بإيجاب وقبول متراخيين غير متعاقبين إلا بشرطين. الشرط الأول قول المصنف في مجلسه، أي لا بد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس التعاقد. الأمر الثاني وهو مفهوم من كلام المصنف بعد قليل، وهو ألا يوجد بينهما فاصل يفصل بين الإيجاب والقبول، وأن يكون ألا يكون فاصلا طويلا عرفا. ولذلك يقول المصنف فإن اشتغلا، أي البائع والمشتري، بما يقطعه، أي بما يقطع الإجاب والقبول بأن يكون يقطعه عرفا بكلام كثير مثلا، أو جر العرف أن هذا الكلام يقطع التعاقد بطل، إذن فلا ينعقد العقد. إذن أريدك أن تعلم أن التعقيب ليس لازم بشرطين أورده المصنف، الأول أن يكون في مجلس التعاقد، والثاني أن لا يوجد بينهما ما يقطعه عرفا، ومرده فقهاؤنا للعرف، فإن وجد أحد هذين الأمرين قال المصنف بطل. عندي هنا اعتراض على قول المصنف بطل. قول المصنف بطل قد يوهم أن الذي بطل هو العقد، وهذا غير صحيح، لأن العقد لم ينشأ صحيحا لكي نقول إنه بطل، ولكن نقول أن المراد بالبطل أي بطل اللفظ الذي انشأه أولا، إما الإجاب أو القبول المتقدم. إذن فقوله بطل أي بطل اللفظ أو دلالة اللفظ الأولى المتقدمة، لأن العقد كما ذكرتكم لم ينعقد ابتداء، فلا يوصف حينئذ بالبطلان. ولذلك لو أن المصنف قال بدل قوله بطل قال لغى أو قال لم ينعقد، كان أدق في التعبير والدلالة على الحكم. طيب عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى قول المصنف، احنا قلنا أن الشرط الأول إذا تراخى أن يكون في المجلس، مفهوم هذا الشرط أنهما إذا تفرقا من المجلس ولم يحدث اللفظين معا أو ما فيه معناهما من حيث الصيغة الفعلية فإنه لا ينعقد البيع. رجل قال بعتك ثم خرج من مجلس التعاقد قبل أن يقول آخر قبلت، فحينئذ لا ينعقد البيع. كذلك إذا مفهوم الشرط الثاني أنه إذا وجد ما يفصل بينهم من كلام كثير عرفا، ومرد ذلك للعرف،
بأن خرج عن الموضوع وبدأ يتكلم في أمور الدنيا، ثم قال بعد نصف ساعة ولم يخرج من المجلس قبلت. نقول إن هذا الفصل الطويل عرفا إما بالمدة أو بالكلام فإنه يمنعه. أيضا مما يبطل التعاقد وإن كان سواء كان متراخيا أو كان متعاقبا، إذا كان القبول يخالف الإيجاب، ولذلك بعضهم يقول بإيجاب وقبول على محل واحد، فلو قال بعتك كذا فقال اشتريت كذا، فيجب أن يكون متفقين فحينئذ يصح، وإلا فلا. المسألة الثانية معنا، ذكر المصنفون مسألة أن الإجابة والقبول يصح إذا كان متراخيا بشرط أن يكون في مجلس واحد، أليس كذلك؟ طيب انظروا معي، عندنا شيء يورده الفقهاء في باب خيار المجلس، كيف يعرف المجلس سواء كان في مكان محاط كغرفة ونحوها أو مكان مفتوح. عندنا شيء آخر إضافة لضابط المجلس، أن هناك شيء في حكم المجلس وليس مجلسا، ومثلوا لذلك في الأمثلة القديمة، قالوا كبيع الغائب بالكتاب. قديما كان الرجل يكتب للآخر كتابا فيقول بعتك هذا الشيء، فيقولون إن المجلس فيه مستمر ما لم يرجع الكاتب عن بيعه، وهذا أطلقه بعض فقهائنا. واضح المسألة؟ يعني ما لم يرجع حتى لو بقي الكتاب عنده فترة طويلة ولم يجب إلا بعد أسبوع أو أسبوعين وكان الغائب في بلدة أخرى، قالوا يصح. هذه طريقة. وذكر بعضهم وهو صاحب الغاية الشيخ مرعي أن مجلسه حينما يصله الكتاب، فإذا وصله الكتاب فهو المجلس، فيجب عليه أن يجيب الآن قبلت أو لا. والصواب بناء على قواعد المذهب الأول دون الثاني، فيبقى عنده ما لم يرجع البائع الأول، فيجوز له حينئذ القبول في أي وقت شاء. طيب، ينبني على ذلك الصورة المشهورة عندنا الآن، وهي مسألة التعاقد عن طريق الإنترنت مثلا، نفس أو ملحقة بقاعدة الفقهاء في بيع الغائب. فنقول إن من عرض سلعة للبيع فعرضه لها يعتبر حينئذ إجابا، عفوا نعم إجابا، والمشتري من حين يضغط الزر بالشراء فإنه يعتبر قبولا، هذا إيجاب وهذا قبول. طبعا قضية الخيار سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله. مما يتعلق أيضا في المجلس صور سنجدها هناك، مثل الهاتف مثلا، سنتكلم هناك في الدرس القادم متى ينفصل الخيار في الهاتف. نفس المعنى في ذلك، نقول إنه الفتوى الفقهاء يقولون الآن المعاصرين إن المجلس ينعقد ما دام الاتصال مستمرا فيبقى الخيار فيه. ونفس الشيء نقول لو أن امرأ باع لآخر سلعة أوجب البيع، فللمشتري أن يقبل قبل وضع السماعة، فإن وضع السماعة فقد انتهى المجلس، أو يوجد فاصل طويل عرفا فحينئذ يختل الشرط الثاني. نعم. قال رحمه الله وهي الصيغة القولية. نعم، قال وهي الصيغة القولية، وهي الإجاب والقبول بالتلفظ. نعم. وبمعاطاة وهي الفعلية. بدأ المصنف رحمة الله عليه يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الإجاب والقبول وتنعقد به البيع، قال وينعقد بالمعاطاة. قال وهي الفعلية، أي تسمى الدلالة الفعلية على البيع. بيع المعاطاة هو أن يوجد فعل يدل على البيع، مثل ذلك أن يقدم السلعة من البائع، أو أن يأخذها المشتري ويقبضها بيده، أو أن يضغط زرا ويشير إليها، أو أن يكون البائع قد عرض السلعة أمامه ويأتي المشتري فيأخذها. هنا معاطاة، لم أبذلها ولكني عرضتها على المكان الذي كطاولة البيع، فهذا بمثابة المعاطاة. المعاطاة أحيانا قد تكون من طرفي البيع، من البائع والمشتري، مثل الذي يعرض السلعة على طاولة مثلا، فيأتي المشتري ويأخذ السلعة ويبذل المال، فمن كلا الطرفين فعل،
وقد يكون من أحدهما دون الآخر، كأن يأتي مثلا البائع فيصدر منه إيجاب لفظي فيقول بعتك هذه بألف، فيأتي المشتري فيعطيه الألف ويسكت. وكذلك أيضا يقال العكس، فقد يقول المشتري بعني هذه بألف فيبذلها له ويأخذ منه الألف، فيكون هنا المعاطاة من أحد الطرفين. بيع المعاطاة كثير جدا، وقد ذكر الفقهاء جوازه للإجماع الفعلي عند الأوائل، الإجماع الفعلي على بيع المعاطاة عند الأوائل. قالوا لأن منع بيع المعاطاة فيه حرج على الناس، وما زال المسلمون يتعاملون به منذ القدم، وتقييده بالقليل دون الكثير لا دليل عليه، فكل ما جرت العادة بالمعاطاة به فيصح. أغلب بيوعاتنا الآن معاطاة، تذهب للمحل التجاري وتأخذ السلعة وعليها ثمنها، ثم حينئذ تعطي البائع ثمنها وتأخذ السلعة في كيسها في الكيس وتخرج. فالمعاطاة الآن واضحة، هو يعرض السلع وأنت تأتي بدفعها. نعم. ويشترط التراضي منهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا عن موضوع هو من أهم المواضيع في البيع، وهو الشروط في البيع. عندنا نوعان لا يلتبسان عندك، عندنا الشروط في البيع وعندنا شروط البيع. هنا يتكلم المصنف عن شروط البيع، وأما الشروط في البيع فهو الدرس القادم، وتسمى بالشروط الجعلية، أي التي جعلها المتعاقد. إذن هذه تسمى شروط البيع، إذا اختل واحد من هذه الشروط أي شروط البيع فإن العقد غير صحيح، يصبح العقد غير صحيح. بدأ بالشرط الأول فقال ويشترط التراضي منهما. الرضا شرط، لأن الله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا بد من التراضي من الطرفين، أو فلا بد من التراضي من الطرفين معا. ما المراد بالرضا؟ المراد بالرضا هو قصد العقد وقصد نتيجته، قصد العقد وقصد نتيجته. لأن القصد نوعان، قصد العقد هو قصد إنشاء العقد وإبرامه، وقصد نتيجته أي قصد الأثر المترتب عليه. ذلك أن بعض الناس قد يقصد العقد ولا يقصد النتيجة، مثل الهازل، هذا قاصد لللفظ لكنه غير قاصد للنتيجة، فنقول ليس براضي. أيضا الذي يكون ملجأ ومكرها، فهو قاصد للعقد، قصد التلفظ به لكن غير قاصد للنتيجة. إذن هذا هو الفرق بين الصورتين. طيب، قصد النتيجة المقصود بها أثر العقد، وليس المراد بالرضا كمال الرضا. فكثير من الناس قد يبيع السلعة وهو مغبون، يعني يعرف أنها ليس هذا سعرها لكنه يريد المبلغ. إذا المراد بالقصد، وركز مرة أخرى، المراد بالقصد هو قصد، عفوا، المراد بالرضا هو قصد العقد وقصد نتيجته. لم يعبروا بقصد العقد لأنه أحيانا قصد العقد دون قصد نتيجته لا ينعقد العقد كالهازل، وذلك عبروا بالرضا للدلالة على مجموع الأمرين، قصد العقد وقصد النتيجة. ليس المراد بالرضا كمال الرضا، لأن كثيرا من الناس قد يبيع السلعة بسعر أقل مما يريده، ولذلك يقول الفقهاء إن بيع المضغوط يصح، وهذا مصطلح المضغوط عند المالكية وفقهاء يسمونه بيع المضطر. بيع المضطر يصح، رجل محتاج إلى سيولة اضطر أن يبيع كتابه، وكتابه هذا أغلى عنده من 100,000، ولكنه باعه 20 أو 30 لاضطراره، هو غير راضي. لو حصل له ربما يعني اشتراه بأغلى، لكن غير راضي كمال الرضا. لكن نقول هذا يصح، قصد التلفظ بالبيع أو المعاطاة، وقصد النتيجة هو الثمن، فليس هازلا. إذن هذا ما يتعلق بالرضا. المسألة الثانية قبل أن ننتقل للصورة التي ذكرها المصنف، أن الرضا يشترط له شرط، إذا لم يوجد هذا الشرط فإن الرضا وإن ادعاه صاحبه لا يوجد، وإن قال أنا راضي فهو غير موجود، وهو أن الرضا لا يتحقق إلا بعد العلم. ولذا فقهاؤنا يقولون، ومن أول من قال هذه الكلمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهي كلمة
كلمة واضحة أظنها متفق عليها بين أهل العلم، أن الرضا تبع للعلم، وبعضهم يقول الرضا فرع العلم. كيف ذلك؟ لما يكون الشخص عالما بالعين فهو راض بشرائها. رجل أتى لآخر قال هذه العين مجهولة فأنا راض بها وإن كانت مجهولة، لا أعرف ما هي صفاتها، نقول أنت لست براض، لأن الرضا تبع للعلم، فلا يتحقق الرضا إلا بعد تحقق العلم. وضح هذه المسألة؟ إذا عرفت ذلك فقد ذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم أن شروط البيع كلها تعود إلى الرضا، لأن الشروط الستة بعد ذلك غالبها يعود للعلم ونفي الغرر والقدرة على التسليم، وكل هذه الأمور تعود للعلم والرضا. وذلك قالوا إن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ذكر هذا الوصف لأن جميع الشروط تعود إليه وتؤول له. طيب، إذن عرفنا هذا المسألة وهو اشتراط الرضا وأنه أهم شروط البيع بل سائر العقود، وعرفنا من المراد بالرضا إلى آخر الكلام السابق ذكره. نعم. قال رحمه الله فلا يصح من مكره بلا حق. نعم. بدأ يتكلم الآن عن عكس الرضا الذي فقد فيه الرضا. فقد الرضا إما أن يكون فقدا للقصد لقصد إنشاء العقد، وإما أن يكون فقدا لقصد إنشاء العقد عفوا وإما أن يكون فقدا لقصد نتيجة العقد. نحن قلنا إن الرضا مكون من قصدين، أليس كذلك؟ فإما أن يفقد الأول أو أن يفقد الثاني فقط. فقده للأول بمعنى أن يتكلم بالعقد وهو غير مريد لهذا الكلام، النائم فاقد الرضا، الذي يتكلم بكلام لا يعرف ما هو فاقد، المخطئ فاقد للرضا بمعنى فاقد للنوع الأول من قصد وهو قصد إنشاء العقد. الهازل أيضا من النوع الثاني، فاقد النوع الثاني، فهو فاقد لقصد النتيجة. انظروا معي، الإكراه يقول إكراه نوعان، إكراه قد يكون في أعلى درجاته فيكون فاقدا لنوعي القصد، حتى إنه بمثابة الريشة في الهواء واللوح في الماء، فكأنه تكلم وهو لا يدري. وقد يكون وهو الأغلب فاقدا للنوع الثاني من أنواع القصد، فهو مريد التكلم باللفظ لكنه غير مريد للنتيجة. ولذلك فإن المكره غير راضي فلا يصح عقده. وأن يكون العاقد جائز التصرف. بدأ يتكلم مصنف عن الشرط الثاني وهو أن يكون العاقد أو العاقدان جائز التصرف. أيضا ذكرت لكم أن هذا يعود للرضا، لأن الرضا لا يتصح إلا ممن هو كامل التصرف، دونه رضا ناقص. وإذا يقولون إن نية فاقد الأهلية ناقصة. طيب، قول أن يكون العاقد جائز التصرف، المراد بجائز التصرف هو الحر، لأن العبد لا يصح تصرفه ولا ملكه، وأن يكون بالغا لأن من دونه ليس كذلك إلا فيما استثني وسيأتي، وأن يكون رشيدا لأن الرشيد محجور، لأن السفيه محجور عليه فليس جائز التصرف. والفقهاء في بعض العقود يقولون شرطه أن يكون جائز التصرف، وبعضها يقولون شرطه أن يكون ممن يصح بيعه. وهنا فرق بين صحة البيع وبين جواز التصرف. إذا قالوا ممن يصح بيعه إذن يصح من السفيه، وإن قالوا ممن جاز تصرفه أدخلوا معه السفيه، والسفيه لا يصح تصرفه مطلقا، بخلاف المحجور عليه الحظ غيره سيأتي، فإنه يصح تصرفه في الذمة ولا يصح في الأعيان. نعم. طبعا دليل ذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فدل على أنهم قبل النكاح لا يدفع إليهم أموال، لا تدفع لهم أموالهم إلا الشيء اللي يصير من باب الابتلاء. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. نعم. قوله فلا يصح تصرف سفيه صبي وسفيه، هذا هو منصوص كلام مصنف وكذلك أيضا المجنون لا يصح تصرفه، وكذلك العبد لا يصح تصرفه إلا بإذن من له حق الإذن، لأنهم فاقدوا كمال الأهلية. قال بغير إذن ولي، مفهوم هذه الجملة أنه إذا أذن الولي
للصبي أو أذن للسفيه فإنه يصح تصرفه مطلقا. هذا مفهوم الكلمة. لكن فقهاؤنا يقولون لا يصح إذن الولي إلا بما فيه مصلحة، فالتعليق على إذنه لا بد أن يكون مبنيا على المصلحة، بخلاف غيره فإن الشخص يجوز أن يبيع ماله ولو لم تكن فيه مصلحة. طيب، استثني من هذه الصورة صورة واحدة يصح تصرف الصبي بدون إذن، وهو إذا كان في الأمر اليسير، فمشهور مذهب أنه يصح بدون إذن الولي. كذلك أيضا قالوا يعني في مسألة قبول الهبة، وسيأتي إن شاء الله في محلها. نعم. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. نعم، هذا الشرط الثالث من شروط البيع، وهو أن تكون العين مباحة. هنا فصل المصنف الشرط وبعضهم أجمله، فقال الشرط الثالث أن تكون العين أن يكون المعقود عليه متمول شرعا. وهذا ما الذي أحلت عليه في بداية الدرس، ما معنى كلمة المال؟ أن يكون متمولا شرعا. والمتمول شرعا هو أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. قول المصنف أن تكون العين مباحة النفع يدلنا على أن محرم المنفعة لا يصح بيعه، فيشمل أمرين. الأمر الأول، لا يصح بيع العين التي لا تستخدم إلا في محرم، ويشمل بيع العين التي اشتريت لأجل المحرم كبيع السلاح في الفتنة. واضح؟ طيب، إذن هذا معنى قولهم مباحة النفع، فيشمل الصورتين اللي أوردت لك قبل قليل. قوله من غير حاجة لأن هناك استثناءات أجاز الشرع بعض الأعيان للحاجة، وهو الكلب، فإن الكلب يجوز اقتناؤه للحرث والصيد دون ما عدا ذلك، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. باقي دقيقة. طيب، بدأ المصنف يذكر الأمثلة. المصنف عندما أورد الأمثلة التي سيقرأها القارئ بعد قليل أبعد، الأمثلة هي كل شيء إلا مستثني، لأن الأصل في الأعيان الإباحة، ولكن أورد من الأسئلة وأورد من الأمثلة ما قد يتوهم أنه ممنوع فأوردها، وإلا فالأصل أن الأمثلة كل شيء، الأعيان، السيارات، الحيوانات، كلها تجوز، ولكن أورد ما يورد ما يوهم المنع. نعم. كالبغل والحمار. نعم، قال كالبغل والحمار. البغل والحمار يجوز بيعهما بإجماع المسلمين، حكي إجماعا، وإنما أورده المصنف لما؟ لأن البغل والحمار نجس العين، فقد يظن بعض الناس أن نجس العين لا يجوز بيعه. نقول لا يصح بيعه، لأن العبرة ليست بالنجاسة العين، وإنما باعتبار وجود المنفعة، منفعة المباحة للعين.